وللحديث عن الصراع السياسي في العراق ودلالات عودة الحديث عن تمرير قانون الانتخابات الجديد وفقا لنظام سانتياغو، معنا من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الكتل البرلمانية ترفض طلب سحب قانون مجالس أو انتخاب مجالس المحافظات من القراءة الثانية وتمريره للتصويت عليه لاحقا، ماذا يعني الإصرار على تمرير هذا القانون؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليك وعلى جمهورك وعلى العراقيين جميعا. حقيقة لا زالت هذه الكتل وخاصة الكتل الكبيرة والمتصدرة للمشهد السياسي والتي يفترض أن تكون العقل الراجح لإدارة شؤون البلاد لا زالت تتخبط في قراراتها، في خططها، حتى في أيديولوجياتها متغيرة بين الحين والآخر. ففي الوقت الذي نحاول جاهدا أن نكون على رؤى ثابتة، على طريق مستقيم، على المسير نحو التقدم، نحو البناء، نرى أن الخرق يبدأ من هذه الكتل التي جثمت على حكومة البلاد منذ 20 عام. وبالتالي هي لحد هذه اللحظة ربما لم تصل إلى مرحلة النضوج السياسي، مرحلة العقل السياسي. لذلك اليوم نتفاجئ بين الحين والآخر بأن هذه الكتل وربما إدارة الدولة وعلى رأسها الإطار التنسيقي هو من يسعى إلى خلط الأوراق، هو من يسعى إلى إحداث ضجة. نحن الآن نمر بأزمة حادة خانقة، سواء كانت سياسية، أمنية، اقتصادية. يفترض على هؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون خيرا بالبلاد، يريدون أن يحققوا مطالب المواطنين، مطالب ناخبيهم، أن يكونوا القدوة الحسنة للآخرين، ولكن ما يجري على العكس تماما. لذلك اليوم هذا القانون وهذا اللغط الذي يدور حوله في الشارع، سواء من المواطنين، سواء من بعض الكتل المستقلة، بعض الكتل الصغيرة، هو تحدي بحد ذاته للديمقراطية التي طالما صدعوا رؤوسنا بها. وبالمناسبة قانون ساتليغو، الدائرة المغلقة أو الدائرة المتوسطة وليست الكبيرة، باعتبار أن الكبيرة سيكون العراق كله دائرة واحدة، ولكن دائرة تكون بغداد دائرة والمحافظات البقية دائرة، رفضته كل القوى الشعبية، بل رفضته حتى المرجعية الدينية. فلماذا هذا الإصرار؟ لماذا هذا التخبط؟ لماذا هذا محاولة إثارة الشارع مرة وإثارة هذه الكتل التي أصبحت شريكة بالعملية السياسية؟ لطالما أنك واثق من نفسك فليكن أي قانون، لطالما أن لك جمهورك، أن لك من يصوت على الانتخابات القادمة. فهذا التخبط وهذا الترنح أصبح هو السمة الأبرز للواقع السياسي. نعم. طيب، هنا أيضا يعني كما ذكرت بعض الأحزاب والكتل وعلى رأسها الإطار التنسيقي تصر على تمرير نظام سانتياغو بالتحديد، كيف يمكن أن يخدمها في نتائج الانتخابات؟ ولماذا سيمنع أو يكون نصيب المستقلين أو القوائم المنفردة أقل حظا بالفوز؟ يعني من المؤلم جدا أن يبحث الطرف أليف أو باء لما ينفعه، لما يريد أن يفصل القانون على حسابه، باعتبار أن جعل بغداد أو جعل محافظات دائرة واحدة سيصوت له كم كبير من الجمهور الذي غيب في الدوائر المتعددة. كذلك يجب أن يكون هناك فصل بما أقره الدستور، فصل بين السلطات. لا ينبغي أن تكون انتخابات مجالس المحافظات بنفس القانون بانتخاب المجلس التشريعي النيابي. هذه الكتل الكبيرة تعول على بعض جمهورها في المناطق وخاصة المناطق الجنوبية. هي لا تريد أن تكون دوائر متعددة حتى لا تتشتت الأصوات، وبالتالي ربما ستبرز قوى سياسية، بل برزت هذه القوى في الانتخابات السابقة. هي تريد، ربما ندمت على موافقتها على ما بعد مظاهرات تشرين، وبالتالي اليوم تريد العودة لأنها تعول على القانون ليس لمصلحة البلاد والعباد، لكن بقدر أنها قد تكون هي المتصدرة للمشهد، الكتل الكبيرة سواء كانت في إدارة الدولة أو بالأخص في الإطار التنسيقي، تريد أن تكون الدائرة المتوسطة أو الدائرة المغلقة، لأنها تستطيع من خلالها أن تجني الأكثر من الأصوات. لكن طيب، يبقى العامل الأهم وربما أبرز والأضغط هو موقف التيار الصدري الرافض لهذه العملية والرافض للعودة إلى قانون ساتليغو، سواء كان 1.7 أو 1.7، لأن الدوائر المتعددة قد حققت نسبة من النجاح فاقت 73. طيب، كيف يمكن أن يبدأ صراع بين الكتل
الرافضة لمثل هذا القانون، وخصوصا كما ذكرت الكتلة الصدرية أو التيار الصدري رافض لهذا القانون، كيف يمكن أن يفتح باب جديد للصراع بين الكتل؟ يعني خلينا نتفق أولا سيدي العزيز، هو الصراع أزلي، الصراع لم ينتهي، لكن قد يكون قد خف أو ربما تلاشى نوعا ما تحت غياب التيار الصدري من الواجهة، أو بعد أن استحصل أو يعني استطاع المستقلون وبعض التيارات الأخرى من الحصول على مقاعد برلمانية. الصراع بدأ أزليا منذ 2005، منذ أول عملية انتخابية بعدما أقر الدستور الخلاف السياسي خلاف كبير والشرخ كبير وعدم وجود رؤية ثابتة، بل الترنح السياسي قد يكون هو الصفة الأبرز. لذلك هذه الصراعات قد تكون هادئة نوعا ما، ولكنها الآن واليوم احنا شهدنا تظاهرات في بغداد وبعض المحافظات وحتى المحافظات الجنوبية التي يعول عليها قسم من الذين يريدون أن تصويت لهذا القانون، وبالتالي قد نشهد أيضا في داخل البرلمان كما شهدنا في الجلسة السابقة عندما انسحب أو 70 إلى 80 من الأعضاء عدم دخولهم إلى القاعة وبالتالي كسر النصاب. لذلك اليوم المخاطبة للعقل هي الأفضل. أنا اليوم أريد أبني، ما بحاجة إلى هذه المهاترات ولا هذه الخلافات ولا هذا الشد والجذب، لأننا في عملية بناء بعدما حصلنا على دعم أممي دعم عالمي، يفترض أن نستغل هذه الفرصة ونبدأ ببناء البلد الذي خرب على أيدي هؤلاء السياسيين الحمقى، بدل أن ندخل في صراعات داخلية قد تجلب لنا المزيد من الويلات. من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب، شكرا جزيلا لكم.